بحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ووزيري الاقتصاد والعدل والسيد عبد الله أرين والي أورفا، تم افتتاح مطحنة في مدينة تل أبيض بريف الرقة والتي تم بناؤها حديثا في المدينة في منطقة نبع السلام في منطقة تل أبيض. الآن نحن في صدد افتتاح مركز وحبوب ومطحنة تل أبيض. طبعا هذه المطحنة تأتي في سلسلة من المطاحن التي قامت المؤسسة في إنشائها في كل المناطق المحررة. الغاية طبعا هي تأمين احتياجات المنطقة من الطحين، وبنفس الوقت تأمين تسويق محصول القمح في بالمنطقة، لأن المؤسسة تقوم بشراء القمح بأسعار يعني جيدة ومنافسة ومشجعة للفلاحين بالاستمرار. طبعا هذه الخطوة الأولى في منطقة نبع السلام، وإن شاء الله سوف يعني تكون هناك خطوات لاحقة لافتتاح مراكز حبوب ومطاحن جديدة إن شاء الله في هذه المنطقة. المطحنة ستكون الأولى في المنطقة لتغذيتها بمادة الطحين، حيث بلغت تكلفة إنشائها 250 ألف دولار أمريكي. فوفق القائمين عليها، فإن القدرة الإنتاجية للمطحنة تبلغ 50 طنا يوميا، يتم توزيعها في منطقتي تل أبيض ورأس العين، بالإضافة إلى أن المطحنة ستوفر 50 فرصة عمل. الهدف من إنشاء المطحنة هي تأمين الدقيق اللازم للمخابز في المنطقة، وكون الخبز هو الحاجة يومية للمواطنين في منطقة نبع السلام وفي كل المناطق السورية. بدأ المشروع بالشهر الثامن بتأمين المكان، وقمنا بتجهيز المكان، وحاليا نقوم بالتشطيبات من أعمال مدنية وإنشائية، وتم إطلاق المناقصة في الشهر التاسع، واستغرق تصنيع المطحنة شهرين، وحاليا منذ شهر نقوم بتركيبها، وخلال يومين أو ثلاثة ستكون المطحنة جاهزة للعمل بإذن الله. يتم شراء القمح من محاصيل المزارعين في المنطقة، حيث يأمل القائمون على المطحنة بتأمين مادة الدقيق بجودة عالية، كما أنهم سيقومون بتوزيع الطحين عن طريق اللجان المسؤولة في المجالس المحلية.